السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اهلا وسهلا بكم يا شباب في فيديو جديد. الفيديو بتاع النهارده هكلمك على ازاي تقدر تتخلص من التوتر والخوف والنسيان اللي ممكن يجي لك وقت الامتحان. اول حاجه هنعملها انك اول ما بتطلع من البيت بتاعك مش تاخد معاك اي مذكره ولا اي كتاب متعلق بالماده اطلاقا، لسبب واحد: انت لو معاك كتاب وانت رايح الامتحان بصيت مثلا على سؤال معين، السؤال ده انت كنت بتجاوبه قبل كده بمنتهى السهوله، بس في الوقت ده ما انتش قادر تجاوب على السؤال ده، طبعا هتخاف تقول ده كل الاسئله كده اللي انا ذاكرتها طوال السنه اخش مش عارف اجاوبها، السؤال ده انا ناسيه اهو. لا، فانا مش عاوزك تاخد اي كتاب معاك ليه علاقه بالماده. وانت رايح الامتحان كده استغل الوقت ده في انك تقرا قران او مثلا تقول اذكار، حتى لما توصل وقت لما توصل لمكان الامتحان اللي هو اللجنه ولقيت مثلا ناس بتقرا معلومه معينه ما توقفش جنبهم عشان ما يجيلكش اي معلومه توصل لودانك تلاقي نفسك ما انتش عارفها تخاف من الامتحان. طيب بتسمع انت بقى عن ناس بتدخل الامتحان وبتكون مذاكره كويس جدا وبتقول لك انا وقفت قدام الاسئله وخلاص دماغي وقفت ومش فاكره اي اجابه وتوترت وخفت واجلت الامتحان، بتسمع انت عن ناس زي كده وناس دخلت عيطت وسابت الامتحان ومشيت؟ في حالات احنا بنسمعها كده، ايه السبب؟ السبب في النقطه ديت ان لما هو دخل الامتحان عقله العاطفي اللي اشتغل مش عقله التحليلي، عقلك التحليلي ده هو اللي متخزن فيه المعلومات اللي انت ذاكرتها، عقلك العاطفي ده يعني بتحس بيه بس، يعني انت اول ما دخلت كده الامتحان هرمون الادرينالين عندك اشتغل خلاص، الخوف بقى ملى جسمك وانت خلاص وقفت قدام السؤال ما انتش فاكر ايه السؤال ده، يعني انا عديت عليه قبل كده بس مش فاكر الاجابه بتاعته. فالسبب في الحاله ديت ان عقلك العاطفي اللي شغال مش عقلك التحليلي. طب احنا نعمل ايه عشان عقلنا التحليلي هو اللي اشتغل وافتكر المعلومات اللي انا ذاكرتها؟ هتاخد نفس عميق كده شهيق وتطلع الزفير، وانت بتطلع الزفير هتقول الحمد لله، يعني تاخد الحمد لله الحمد لله الحمد لله، تفضل تقول كده لحد ما تدخل اللجنه. خد بالك ان انا دلوقتي بعمل ايه، بخلي العقل بتاعك اللي هو التحليلي هو اللي شغال لان هو بيحتاج اكسجين، فكده انا بشغله وبخلي تركيزك رايح انك عمال تطلع يعني تطلع زفير وتاخد شهيق، فتركيزك دلوقتي ضاع من انه بيفكر في الامتحان لانه بيعمل عمليه معينه اللي انت بتاخد شهيق وبتطلع زفير. ديت اول نقطه. تاني نقطه، تخش الامتحان تجاوب على اي سؤال انت عارفه، تكتب اسمك اي حاجه، المهم تكتب. الكتابه ديت هتساعدك، هقول لك ازاي دلوقتي. انت مثلا تدخل تكتب اسمك والبيانات بتاعتك وكل حاجه تمام، تبص في الاسئله اي سؤال انت عارفه جاوبه، لما تجاوب مثلا سؤالين او ثلاثه ايدك وهي شغاله كده حركه الايد ديت بتدي اشارات للذاكره ان هي تعمل استرجاع للمعلومات، يعني انت دلوقتي بتعمل امر معين امر الكتابه، ايدك كده بتدي اشارات للعقل ان انت عاوز تستمر في الكتابه، فيقوم العقل ايه مشغل الذاكره اللي فيها المعلومات عشان تمدك بالمعلومات الباقيه عن الموضوع اللي انت بتكتب فيه، فتلاقي نفسك بتقدر تجاوب وخلاص دخلت في مود الامتحان وحاله النسيان مش موجوده نهائي. حاجه كمان مهم جدا انك تكون منظم وقت الاسئله، يعني مد لكل سؤال وقت عشان لما تخش وقت الامتحان ما تلاقيش السؤال خد ازيد من اللازم وبالتالي تنضغط في الوقت وتلاقي الدنيا باظت منك، فمهم جدا تكون منظم وقت الامتحان، يعني كل سؤال هياخد كذا، مثلا ماده العربي انت عندك التعبير هياخد مثلا 40 دقيقه، عندك مثلا القراءه والقصه تاخد 30 دقيقه، عندك مثلا النصوص عندها 30 دقيقه، الادب والبلاغه يدوم 30 دقيقه مثلا، والنحو 30 دقيقه، هتلاقي بقى لك في الاخر حوالي 20 دقيقه تقدر تراجع فيها. يبقى مهم جدا انك تكون منظم برضه عدد ساعات الامتحان على الاسئله، لان سؤال لو خد ازيد من وقته تسيبه على طول وتكمل بقيه الاسئله عشان تلحق توصل لكل الاسئله، ولو سؤال انت طبعا مش عارفه هترجع له في النهايه، يبقى دي حاجات كده هتساعدك انك تكون هادي واعصابك هاديه وتقدر تسترجع المعلومات بتاعتك. في حركه كمان كان اللي هم الاطباء اللي هم بتوع الابا والحاجات الطبيعيه كده بيقول لك انك لما بتضغط على المنطقه ديت كده في ايدك بتضغط عليها يعني حوالي كام مره كده متتاليه، ديت بتهدي ضربات القلب عندك، لو انت القلب عندك سريع مثلا ومتوتر فانت بيقول لك اضغط على المنطقه ديت كده بايدك مش ضغطه جامده يعني هتلاقي ضربات القلب عندك قليله. فديت كده بعض الارشادات والنصايح انا شايفها ان هي مفيده جدا لوقت الامتحان، ومن خلالها ان شاء الله هيكون عقلك التحليلي هو اللي شغال وهتبعد يعني نهاء عن حاله العاطفيه ومش هتفكر في اي خوف ولا في قلق وهتقدر تجاوب باذن الله. اتمنى الفيديو ده يكون نال اعجابكم، ما تنسوش لايك وسبسكرايب وشير واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.